هناك من يصلي التراويح بخمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات ثم بتسليمة واحدة، ما صحة ذلك؟ أولا يعني الذي يكون بأكثر من تسليمة واحدة أو كذا على اعتبار أنها مجموعة بتسليمة واحدة، هذا يعني كأن يكون ثلاث خمس سبع تسع 11، هذا يتعلق بالوتر نفسه. والوتر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وب11 وبسلام واحد. فعلى كل حال، ولكن الأكثر أن صلاة الليل مثنى وصلاة النهار كذلك مثنى. وفي نفس الأمر إذا كان على سبيل التراويح فالتراويح كذلك مثنى. وصحيح أن التراويح ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى التراويح في مسجده في الليلة الأولى من رمضان، وفي الليلة الثانية كثر العدد، وفي الليلة الثالثة ضاق المسجد، وفي الليلة الرابعة كذلك وجد من يصلي في الشوارع فضلا عن امتلاء المسجد نفسه. وعلى كل حال ثم انقطع، يعني انفصل صلى الله عليه وسلم بصلاته في بيته، وعلل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها أو نحو ذلك. فعلى كل حال، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلى كل حال، فالحاصل أن الآن التراويح من صلاها خمسا فلا يعترض عليه، ومن صلاها عشرا فلا يعترض عليه. ولكن التراويح أولا هي في الواقع مشروعة على سبيل الاستحباب حيث فعلها صلى الله عليه وسلم، ومشروعة كذلك جماعة، فقد صلاها صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه، ومشروع كذلك صلاتها في المساجد. كل ذلك، لكن بقينا في عددها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أنه صلاها خمسا وصلاها أربعا وصلاها أكثر من ذلك. فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحديد في تسليمه، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جمع، يعني دخل المسجد ومعه بعض إخوانه، ورأى المصلين يعني جماعات، منهم الواحد يصلي وحده، ومنهم الاثنان، ومنهم الرهط، ومنهم، فرأى أن هذا تفرق، وأن التفرق ليس من ميزة المسلمين، ورأى أن يجمعهم وراء إمام واحد ففعل ذلك، وكانت سنة. وفعل ذلك على اعتبار أنه حدد نفس الآن الصلاة بأنها 20 ركعة، يعني 10 تسليمات مع الشفع والوتر، ركعتين الشفع والوتر ركعة واحدة، المجموع 23 ركعة. وقد تواتر أهل العلم هذا الخبر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا هذه السنة الواردة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم الاستجابة لها والسمع والطاعة وتنفيذها،
وفي نفس الأمر هذه سنة ممن أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على هذا ثم كذلك يعني ننظر كذلك في هذه السنة، هل عارضها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يعارضوها، بل امتثلوا بها وصلوها بالطريقة التي وجهها رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على هذا فيجب على، وفي نفس الأمر يعتبر كذلك شبه إجماع أو إجماع سكوتي. وبناء على هذا فأنا والله الحقيقة يعني متألم جدا من أننا لنا وقت طويل أكثر من 14 قرن أو نحو ذلك ونحن نصلي التراويح 10 تسليمات، ومع ذلك الآن اتجهنا إلى أن تكون 5 تسليمات، وهناك كذلك اتجهوا الاتجاه الثاني 4 تسليمات ونحو ذلك. صحيح ما نقول إن هذا منكر، ولكننا نقول طالما أن أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين المطلوب منا اتباع سننهم وقد وجه هذا التوجيه، فيجب علينا أن نأخذ بهذا. ثم كذلك هذا أخذ به مجموعة كبيرة مجموعة من القرون. فالحقيقة أننا نتمنى أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في هذه السنة المباركة وفي تحديدها بعشر تسليمات. نحن الآن المذهب الحنبلي 10 تسليمات، وهناك مجموعة كبيرة من أهل قال بذلك. هناك المذهب المالكي كم؟ 36 ركعة، يعني 18 تسليمة، والشفع والوتر يعني بمعنى 39 تسليمة. فنحن الآن 23 تسليمة، ومع ذلك متضايقين منها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه صلوات الآن أضعنا على أنفسنا نصف عملنا الصالح، فعلينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل يقربنا إليه ويزيد في أسباب مرضاته علينا، والله المستعان.